صعدت كوريا الشمالية تحديها للولايات المتحدة بكشفها عن تفاصيل خطة لضربة صاروخية محتملة تستهدف منشآت أمريكية على جزيرة جوام الأمريكية. ووصفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفاقد للإدراك وتهديداته بالهراء بعد تلويحه بردع بيونغ يانغ بالأسلحة النووية. فقد أعلن قائد القوى الاستراتيجية للجيش الكوري الشمالي كيم راك يوم أن بلاده تعتزم إطلاق 4 صواريخ متوسطة المدى في منتصف الشهر الجاري، وقال إن الصواريخ ستتخذ مسارا فوق اليابان وتسقط في المياه على بعد 30 أو 40 كيلومتر من جزيرة جوام في المحيط الهادئ. ونقلت وكالة الأنباء في كوريا الشمالية عن كيم قوله: من غير الممكن إجراء حوار قوي مع مثل هذا الشخص الفاقد للإدراك الذي لا تجدي معه إلا القوة المطلقة، مشيرا إلى أن ترامب الذي هدد بيونغ يانغ قبل يومين بنار وخوف لم يشهدهما العالم من قبل. وكانت القوات الكورية الشمالية قد أطلقت أخيرا صاروخ واسونغ 14 العابر للقارات الذي حلق مسافة 1000 كيلومتر تقريبا قبل أن يسقط في بحر اليابان. وتقع جزيرة جوام التي تضم قاعدتين أمريكيتين جوية وبحرية على بعد 3100 كيلومتر إلى الجنوب الشرق من كوريا الشمالية، ويتعين على بيونغ يانغ استخدام صواريخ أطول مدى كي تصيب القاعدتين. وتأتي تصريحات الجنرال الكوري التي تضمنت بعض تفاصيل خطة الهجوم الصاروخي المحتمل على جزيرة جوام بعد يوم من إعلان بيونغ يانغ هذه الخطة، ردا على تهديد الرئيس الأمريكي لها بضربة عسكرية مدمرة. وبالتوازي مع التهديدات الكورية الشمالية الجديدة لواشنطن، شهدت بيونغ يانغ الأربعاء تجمعا حاشدا نظمته السلطات.